إذن أرحب بكم مشاهدينا الكرام في الفقرة التحليلية، وأرحب بضيفي الكريم الذي يشاركني في هذه الفقرة، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد الماحي. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك، حياك الله. مرحبا بك. السلام. يا مرحبا بك. إذن نذهب إلى تحليل عناوين الحلقة، والبداية بتصريح لواشنطن: نعمل بقوة لإعادة حمدوك إلى الحكم. في التفاصيل، إذ قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: إننا نعمل بقوة لإعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك للحكم، مضيفة: نواصل ضغوطنا لسودان ديمقراطي. وأكدت أن واشنطن منخرطة بشكل جدي في الوضع في السودان، مضيفة: لقد طلبنا من الجيش إعادة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه كرئيس وزراء، وسوف نستمر بالضغط بقوة في هذا السياق. إذن أستاذ محمد، نقف على موقف واشنطن وهي تصرح بأننا نعمل بقوة لإعادة حمدوك إلى المشهد السياسي ورئاسة مجلس الوزراء. كيف ترى هذا الاهتمام من قبل واشنطن بالشأن السوداني، ومدى تأثير هذا التصريح على المشهد؟ هو تأثير القرار أو الحديث عن عودة حمدوك من الولايات المتحدة الأمريكية مهم جدا، في ظل يعني تصريحات متناقضة كثيرة سبقت هذا التصريح. لأن حقيقة في عودة حمدوك هو خروج من الأزمة الحقيقية التي يعيشها السودان الآن، وهي الآن الناس يتحدثون على أنها هي انسداد في الأفق السياسي في السودان عموما. ورغم أن ما يحدث هو ليس انسداد يعني حسب ما أرى أنا، لأن هناك حراك كبير جدا، حراك الشباب ده هو حراك جديد، حرية والتغيير هي أجسام جديدة جاءت لشغيها ألف وباء، وحراك الشباب الذي يخرج في شارع آخر غير شارع الأحزاب هو بيطلب الديمقراطية فقط. والأحزاب نفسها يعني بدأت أنها تتحدث عن تجديد العهد للديمقراطية، وبتحاول في أنها تغير من الجلد القديم، لأن الآن أصبحت العملية السياسية بما ذات العملية التي 89 ولا 84 أو هي التي سبقت 89، لأن العملية الديمقراطية لو رجعنا ل 64 بنجد أن الثورة كانت بتنتهي بانتهاء حالها، ويأتي نظام ديكتاتوري الناس بتستسلم له زمن طويل جدا حتى يصبح حراك. وكذلك حدث في عام 89 عندما جاءت الإنقاذ، رأينا 30 عاما ثم كانت الحراكات يعني متقطعة إلى أن جاءت ساعة النصر اللي هي دخول الشباب القيادة العامة. ده كله بوريك أن الأفق السياسي في هذه المرحلة ما في انسداد، لأنه في محافظة على الثورة ومسيرتها. يعني الآن الحراك اللي بتراه يوميا هو عملية تتريس للشوارع، مواكب تنشيطية ومليونيات، ده كله بوريك أنه ده حراك، والناس ما تتأذى منه، لأنه دي حقيقة هي الطريقة الصحيحة للديمقراطية. وخاصة أن هناك الجديد يعني لو رجعنا فقط لما قبل 89 كانت كيف تكون المعارضة، كانت بتكون بالمنشورات، يعني بيطبع ورقة والورقة بخطوها داخل أشياء معينة عشان تصل جنوب السودان، وقتها الجنوب كان وغرب السودان وشرقه الآن عبر الانترنت، ورغم القطوعات التي تحدث لكن هناك في عشان كده بتر الحراك الانترنت له دور كبير جدا في حراك الشباب، وأصبحت العملية السياسية هي ما ذات العملية السابقة لكل رأي ورأي آخر. لذلك لابد من المكون العسكري أن ينتبه لهذا الأمر، لأن القوة أصلا ما بتوقف
القرار السياسي. طيب سآتي إلى تفاصيل التصعيد ما بين المحتجين وما بين القوات النظامية في عنوان آخر، لكن الآن أريد أن أقف أو نريد أن نقف على موقف واشنطن تحديداً. مدى تصريحات واشنطن الآن وتأثيراتها على المشهد السياسي في المرحلة المقبلة؟ هو نعم، أنا جاي كنت للنقطة دي. فعملية عودة حمدوك لرئاسة مجلس الوزراء مرة أخرى هي مهمة جدا، لأن حمدوك هو الآن أيقونة الثورة وهو رمز للثورة. لذلك عملية وضعه في إقامة جبرية أو احتقال دي ما كانت بتتناسب. العمل ذاته اللي قام به حمدوك في فترته، يعني استطاع انه يخترق الملفات الخارجيه ويحرز النمره الكامله، وكان من المنتظر انه ياتي ليعمل بالداخل رغم التناقضات الكبيره اللي كانت في الحريه والتغيير. كانت في تناقضات كبيره بين الحريه والتغيير والمكون العسكري. كل هذه الاشياء عقد عمل حمدوك وجعلت الرجل يقوم بمبادره وينظر الى المبادرات الاخرى. والآن في حديث أن حمدوك سيعود، لكن اشترط جمع المبادرات السابقة بمبادرته كلها عشان الناس يقوموا بعمل من أجل السودان. ولذلك عودة حمدوك هي بالمناسبة أساس الأزمة. متى ما عاد حمدوك سيكون هناك تراجع كبير، لأن الشباب الذين يخرجون الآن يريدون قائد الثورة الذي جاء واعترفوا به. هذا الإجماع الكبير الذي وجده حمدوك ده كله مؤشر إلى أن عملية الاحتكاك والمسيرات وما يحدث الآن، ونترحم على الشهداء والعنف والقوة التي يواجهها هؤلاء الشباب، تتطلب حكمة وحنكة من الأحزاب ومن المؤسسة العسكرية. وعودة حمدوك ربما أزالت كل هذه. إذا من خلال القراءات وبعض الدلائل التي تشير إلى أن مفتاح الحل لهذه الأزمة هو يقف على دكتور حمدوك، وهو الذي يمكن أن يؤدي إلى تهدئة الأوضاع ما بين الشارع وما بين الأحزاب السياسية أو القوى السياسية، إذن لماذا التردد أو التأخير في عودة حمدوك، خصوصا أن هناك أسماء رشحت في الأيام السابقة وهذه المرة الثانية الذي يعود يتصدر فيها اسم دكتور حمدوك المشهد، وكانت هناك أسماء منها دكتور آدم وليد مادبو وأيضا هنود أبيا كادوف. ما الذي يمكن أن يحدث في الأيام المقبلة؟ هو شوف، الشخصية الوحيدة التي تم بها اتصال مباشر حسب المصادر هي كامل إدريس. أما عملية هنود نفسه نفى بأنه ما تم عليه اتصال لأنه يتغلب منصب رئاسة الوزراء، رغم أنه كان في حديث أنه قبل ولكن تراجع لأن الحرية والتغيير رفضت. هو أصلا جابته الحرية والتغيير، لكن هو في تصريح لصحيفة الوفاق وتصريح يعني ما من مصدر، قال عبر اتصال الهاتف، ده بيؤكد أنه هذه الاتصال ما تم. وكل هؤلاء هي إرهاصات، لأن لحد آخر لحظة، حتى آخر لحظة رئيس مجلس السيادة تحدث عن إمكانية عودة حمدوك في كثير من المناسبات، وكان كثير ما بيشيد به في كثير من المناسبات. لذلك هناك أمل كبير في المجتمع الدولي أن يضغط ويعيد حمدوك. وحتكون لحمدوك طبعا شروط، وقلنا إنه علشان ما يكون في انسداد في الأفق السياسي يجب أن تتم تنازلات، لأنه ما تبقى عام وستة أشهر تقريبا. صحيح، مفروض الناس كلها تتنازل لحد أدنى ينتهي هذا الجدل الكبير حول من يحكم السودان. نعم، عبر صناديق الاختراع. نعم، نبقى في ذات القضية، لكن إلى جانب آخر جاء تصريحا للجامعة العربية مفاده عودة حمدوك باتت وشيكة في التفاصيل، إذ أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية والمفوض العام للجامعة لإكسبو دبي أن التسوية بين المكون المدني والعسكري في السودان شارفت على الانتهاء،
وأن حمدوك سيعود مجددا لرئاسة مجلس الوزراء وأن ذلك بات وشيكا. وفي السياق ذاته أكد أن الفرص المتاحة في جناح السودان كبيرة وتعكس التنوع وقدرة السودان على طرح الفرص الوطنية عبر المشاريع الكبرى للاستثمار على الصعيدين العربي والدولي. جاء ذلك لدى زيارته لجناح السودان إكسبو دبي بمرافقة الدكتورة هالة جاد نائب المفوض العام للجامعة والدكتور هناء عصفور مدير جناح الجامعة العربية إكسبو دبي. إذن حديث الأمين العام المساعد للجامعة العربية والمفوض العام للجامعة أيضا يؤكد بأن عودة حمدوك باتت وشيكة. هذا الموقف أيضا بالإضافة إلى موقف واشنطن، هل يعني أننا يعني سنستمع أو سيتصدر حمدوك مجلس الوزراء في المشهد السياسي في الأيام المقبلة؟ هو ده بيوريك أن حمدوك فعلا في ضوء أخضر يمكن أن يعود به رئاس مجلس الوزراء، وده كلام بيؤكد الضغوط الأمريكية على المكون العسكري لإعادة حمدوك. والجامعة العربية هي دول المنطقة ودول الدول الإقليمية كما نقول، لكن برضو ناخذ في الحسبان أمس القريب الاتحاد الأفريقي كون وفد وكان من المفترض أن يأتي للسودان اليوم تقريبا، إلا أن الاتحاد الأفريقي قام بتأجيل أو إلقاء هذا حضور هذا الوفد للسودان، وكان حديثه واضح بأن المكون العسكري قال أنهم قادرون كسودانيين أن يحلوا مشاكلهم وحدهم وتحفظ على هذه الزيارة. والواضح أن أنا بشوف أنه ده شيء معيب من المكون العسكري أنه يرفض مبادرة من الاتحاد الأفريقي، وحتى ولو الاتحاد الأفريقي قام بعمل يعني بيقوم به مع أي دولة هو علق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي ربما. إذن برأيك لماذا رفض المكون العسكري هذه الزيارة؟ هو لأن الاتحاد الأفريقي علق عضوية السودان عقب قرارات برهان الأخيرة، ومهما يحدث فهذا هو قرار يعني بيتخذه قرار شبه روتيني، يعني إذا حدثت أي مشكلة أو سطو على الحكم في أي بلد ما فهو بيقوم بهذا الإجراء يعني شيء عادي، وما كان مفروض يترك الباب مغلق أمام الاتحاد الأفريقي لأنه هو من دول المنطقة وسيكون لهم تأثير حقيقي إذا جاءوا الاتحاد الأفريقي جامعة الدول العربية زايد المجتمع الدولي، دي كلها ممكن تكون لها تأثير كبير وبترمي بظلالة بأن السودان منفتح وأن السودان هو من نحن ما أحسن نحن ما نرفض الدول أنها تساعدنا. نعم نحن ممكن نقوم بواجبنا، ممكن الناس السودان قادر على حل مشاكله ودي العقلية السودانية العامة، لكن هناك بعض الأشياء الدقيقة بتحتاج لمساعدات معينة دي بتتطلب انه الوضع يمشي جميل. لكن في مسألة مهمة تحدث عنها، هو كان في برنامج يكسبه بدبي وحديثهم عن يعني الدعم والاستثمار في السودان، دي الحاجة المهمة والمسألة الضرورية من دول الخليج انها تستثمر اموالها في ارض السودان، لان ارض السودان يعني الآن بتقوم بزراعة محاصيل نادرة ولكن بتنقص الآليات الزراعية الحديثة أو التقانة الزراعية الحديثة بكل أشكالها، وخاصة أن هناك الآن البرسيم الذي نراه في منطقة نهر النيل بيقوم بتصديره لدولة قطر والإمارات والسعودية ومصر وغيرها من الدول. هذا البرسيم يمكن أن تتم زراعته بصورة أفضل وباتفاقيات أكبر، يعني يكون فيها عائد للسودان كبير وما بالضرورة العائد يكون دولار، لأنه إحنا عندنا بعض الأشياء مثلا إذا ودينا للأردن البرسيم ممكن يجينا بدل الدواء، يعني دي عملية عقلية تحدث كان قام بها البدوي
في بداية عمله هو عملية التبادل السلع، ودي من أرقى وأفضل أنواع الاقتصاد، يعني إنك ما 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 تتعامل بالنقود، تتعامل بالسلع اللي بتنقصك وتدي الدولة توجد عندها السلعة دي ما ينقصها أيضا. وده بكون التعاون العربي أو الأفريقي أو العالمي عموما. جميل، لكن دعنا نقف في التعاون العربي وموقف الجامعة العربية. تحدث بعض المهتمين بأن مواقف الجامعة العربية في الشأن السياسي تجاه السودان كانت ضعيفة ودون الطموحات. كيف ترى أنت مواقف الجامعة أو موقف الجامعة العربية خصوصا في الأحداث الأخيرة؟ هي طبعا الوفد جاء متأخر فعلا لهذه في هذه الأحداث، وده ما المهم، لأن فعلا السودان هو قادر أن يحل مشاكله. أنا دائما بقول الشارع هو اللي بيحسم، يعني هي نحن لما نقول داخليا يعني خروج الشارع اليومي أو المتواتر والمتصاعد ده بيؤدي إلى حل سوداني سوداني، يعني مهما يكون هناك من بطش وهناك من ضرب وهناك من قتل بيكون في حل سوداني سوداني. الجامعة الأفريقية اتهامها بأنها هي ضعيفة مش لعدم تعاملها مع السودان، يعني الجامعة العربية عندها كثير من المشاكل، خاصة الدول الأفرو عربية، يعني بيكون دائما متهمة بأن تحركها لا بيكون بطيء، ما يحدث في الصومال، ما يحدث في كثير من الدول التي نراها نحن الآن هي يعني حركتها بطيئة تجاهها، وخاصة مش هنا بس، خاصة تجاه القضية الفلسطينية. لذلك اتهام الجامعة العربية هو اتهام قديم له يعني متراكمات سابقة، لذلك هو يعني اتهام عادي ما فيه. نعم، نذهب إلى عنوان آخر مفاده تحذيرات من إشعال فتنة بين العسكريين والمدنيين تحرق السودان. في التفاصيل، إذ يرى الصحفي والباحث السياسي خالد الإعاسر الذي تحدث خلال مشاركته في برنامج وراء الحدث عبر شاشة الغد أن السودان يحتاج إلى نوع من العقلانية في التعاطي مع المشهد الملتهب، مشيرا إلى أن سقوط ضحايا يسهم في إشعال نار الفتنة بين المكون العسكري والمدني. كما أكد الإعاسر أن هناك شرائح ترى أن التجربة التراكمية للقوى السياسية يجب أن تبعد نفسها عن حشد الشارع لتحقيق مكاسب سياسية، لافتا إلى أن الشباب التي تدفعهم للتظاهر لا تنسجم مع الأجندات السياسية للمكونات. كما أوضح الإعاسر أن هناك صراعات غير معلنة تعبر عن لب الأزمة الراهنة، مؤكدا أن المشهد السوداني يتجه نحو رحلة جديدة من التوافق أحياء لما عرف بالوثيقة الدستورية. إذن أستاذ محمد، هذه التصريحات لخالد الإعاسر حوت ثلاثة نقاط مهمة جدا. أولها أن التجربة التراكمية للقوى السياسية، أو أولا بأن هناك فتنة بين المكون العسكري والمدني هي التي تتصدر هذا المشهد ويمكن أن تؤدي إلى حرق السودان. كيف تعلق؟ وطبعا بالتأكيد الكلام ده هو جزء من الحقيقة، ولكن ليس كل الحقيقة، لأن المكون العسكري الذي يحكم الآن هم أشخاص وليس المؤسسة العسكرية برمتها، يعني عشان الناس تتحدث، ولا المدنيين الذين خرجوا جميعا يعني لهم رأي سالب في قوات الشعب المسلحة. برضو هم لهم رأي في أشخاص وليس قوات الشعب المسلحة. لذلك لابد أن احنا نربط ما بين القوات الشعب المسلحة والشعب السوداني، ده هو الأهم. لكن من يحكم ويأتي بانقلاب ده بيمثل نفسه، بيمثل جزء يسير من هذه المؤسسة. هل يقصد إذن بالعسكريين المكون العسكري في مجلس السيادة؟ هو يتحدث عن الفتنة. فالفتنة هي بتجي كيف؟ الفتنة الآن إذا الشعب مسك أسلحة ومشى هاجم القوات المسلحة، دي تبقى واحدة من
من المشاكل. نحن بنرى انه برضه العسكريين ما هم الجيش فقط الذين يقوموا باخماد، هو افراد من الشرطه، افراد من الجيش، من المكونات الامنيه الموجوده المنظمه العمل. دائما نحن بنقول انه العسكريين ده ما كلهم هم، نحن يعني ناخذ كل اللوم عليهم. يعني المدنيين الميثاق الهيبه مجموعه الميثاق الوطني، ايوه بدي ذاتها ما هي مساندة العسكريين. العسكريين دائما بيكون عندهم سند، العسكريين دائما بيكون عندهم سند مدني، والناس ما يتناسوا. وبالمناسبه المدنيين لما يشاركوا العسكر في حكم هم بيكونوا اكثر ديكتاتوريه. كل الانظمه المرت على السودان لاحظ، يعني شوف دكتور تصريحات دكتور نافع علي نافع، هو دكتور لكن شوف تصريحاته فاقت جميع العسكريين، كانت من حده ومن قوه. تصريحات علي عثمان نفسه يعني برضه فاقت كل العسكريين. لذلك العسكري ده هو يعني مجموعه مدنيه مع اشخاص في المؤسسه العسكريه بيتامروا على انقلاب بيسطو على الدولة، وفي النهاية ما بمثل المؤسسة العسكرية ككل. لذلك ما في ما يستدعي انه يكون في صدام كبير كما اشار لياسر بين المدنيين والعسكريين، لان الشعب السوداني شعب واعي وعنده كثير من الوعي وكثير من الخبرات المتراكمة. حتى الشباب الآن اللي بيطالب بالديمقراطية رأيناهم كيف بيخرجوا والجيش جيشنا وكده. يعني هذه نقطة مهمة جدا طبعا تستند عليها محاور قادمة. نقف على نقطة يتحدث فيها أيضا بعض الأشخاص بأن القوى السياسية المدنية هي تحاول أن تحشد الشارع وتؤجج، وتتحدث في بعض التصريحات الغير معلنة بأن المواكب التي تخرج بلا دماء ليست ناجحة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع في عدد القتلى والإصابات. ما تعليقك؟ وطبعا مؤسف جدا أن يتم قتل في مظاهرات أو في احتجاجات ومؤلم. الاحتجاجات والمظاهرات دائما يعني بيكتنف العنف في دول العالم الثالث، لكن الآن ما نراه في هذه المظاهرات أن تجمع المهنيين بيبذل كثير من الجهد بيحدد مسارات، والمسارات دي من المفترض أن الشرطة كما قيل في المؤتمر، كان مؤتمر معيب جدا الذي أقاموه مؤخرا، قال نحن بنلتزم بالمسارات اللي بنتفق بها مع تجمع المهنيين. فالثوار انا حقيقه كنت في الموكب الاخير، كنت في محطه السبعه، ما في اي ثائر قام برفع حجر او قام بضرب شرطي، بل بالعكس كل الناس يعني بهازيج وناشيد في دائره كبيره جدا داخل محطه سبعة. لكن لما خرجت بس فقط 100 متر وجدت أن هناك رايح للبومبان، سألت في شنو، قالوا كان في قذف بالحجارة وتبادل بالبومبان بين الشرطة وبعض الثوار. ولذلك بيكون في مندسين، بيكون في نادرين حاولوا يظهروا أن المظاهرات دي مظاهرات غير سلمية. لذلك يجب على الثوار انه يلتزموا بالمسار ومكان التجمع، يعني عشان يعني ما يعطوا فرصه. من خلال هذا الحديث ان المشاهد التي قدمتها مواقع التواصل وتحدث فيها كثر، ايضا كان لنا مداخلات هاتفيه عبر زملاء اعلاميين وصحفيين من المواكب، هل ما يحدث من مشاهد للقتل والإصابات هي خارج المسارات المعلنة؟ هي ما حتكون خارج المسارات بأي حال من الأحوال، لأن المسار طويل جدا. يعني مثلا أقول لك المسار من الكلاكلة حتى محطة السبعة، طيب فده مسار كبير جدا. لذلك من المفترض قوات الشرطة في كل هذه في كل الطرق دي ما تكون موجودة، يعني ما يكون لها وجود، بل يكون في اتصال مع القيادات، مع قياداتهم في تجمع المهنيين. اذا حصل اي انفلات امني يتصلوا بالشرطه تجي تحمي المؤسسه المعنيه او الجهه المعنيه. لذلك
الحوار الطويل ده. أليس من دور هذه القوات هي حماية هذه نعم المسألة حمايتها، كذلك؟ إذن وتكون كيف يجب أن تكون بعيد، لا كيف لا يجب أن تكون موجودة في الموقع؟ انما تكون موجودة في الموقع ذات الموقع، يعني تبتعد قليلا، يعني ما تكون في ذات الموقع، ما تكون في استفزازات، ما يكون في غذف بالحجارة، حتى لو تم غذف حجر واحد ما هذا يعني انك تفك لك 1000 علبة بومبان في ذات اللحظة. ليه؟ لأن دي بتأجج وبتزيد، بالمناسبة الحاجات دي بتزيد الشارع، طيب، ما بتخمده. دعنا نتحدث أكثر ونتعمق أكثر في تفاصيل هذا المشهد. قدمت الولايات المتحدة الأمريكية بيانا أدانت فيه بشدة ما أسمته الحملة القمعية العنيفة التي شنتها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، وعن محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. هذا نص بيان الولايات المتحدة الأمريكية. وكنا قد تحدثنا أيضا عن الضغط الذي تقوم به واشنطن. إذن إذا اتفقنا أن هناك مندسين في هذه المشاهد ما بين المحتجين والقوات النظامية، هل هذا يسمح بوجود قتلى من المواطنين في هذه المشاهد؟ ومن الذي يجب أن يحمي المواطنين من هؤلاء المندسين إذا أجمع أو صح التعبير أن هذه التأجيجات الصراعية من قبل المندسين؟ طيب، الإدانة هي المهمة ما تمت من الولايات المتحدة الأمريكية. الإدانة المهمة هي تمت من الشعب السوداني. الشعب السوداني أدان هذه الاغتيالات وطالب بمحاسبة من يقومون بقتل هؤلاء، ومن قتلوا من قبل، ومن قتلوا حتى فترة الاعتصام. طيب، دي كلها إدانة سودانية واضحة للذين يرتكبون هذه الجرائم وهذه المجازر. ده أمر ما فيه كلام. الولايات المتحدة الأمريكية على أنها تتحرك بعقوبات واضحة تجاه هؤلاء منذ فض الاعتصام وإلى الآن. القتل هو ما مطلوب، الثوار حقيقة سلميين، يعني احنا يعني بنمشي بكثير من المواكب دي، يعني ما بنرى، يعني ما بغضب بالحجارة، ما في إذا مشاكل. افترضنا أو إذا صحت بعض الروايات بأن هناك عمليات خرجت عن السلمية، هل هذا يسمح بوجود مشاهد دموية؟ لا يسمح بالضبط هذا، يعني إذا كان حصل عنف، العنف هو ما هو حجر، أنت تقابل لي الحجر بطلقة، ده ما دي ذات من هنا في فارق قوة كبير جدا. طيب، يعني أنت إذا أنا ضربتك بحجر وأنت رديت لي طلقة، دي ده فارغ بتاع قوة. إذا تأكدت المصادر أن هناك قتلى وجرحى، نعم، ماذا ناس من ثلاثة. يتوجب على الشرطة تجاه هذه المصادر أو هذه الأخبار المؤكدة؟ وشوف، ما المزعلة دي ما مزعلة الشرطة، المسألة دي مسألة بتاعت مجلس سيادة، يجب أنه يطلق قرار، يكون لجان يعني سريعة، ما زي لجنة أديب ديك، يعمل له لجنة سريعة تقوم بتقصي الحقائق ومعرفة الذين قاموا بهذه الأعمال، محاسبتهم محاسبة فورية. والشرطة دورها كبير بأنها تحمي المواكب ومن مسافة بعيدة، يعني ما تكون بالقرب من المسارات، يعني يكونوا على ما على النظر موجودين لكن الحجر ما يصلهم، ولأنه حجر واحد بيكون تسبب في عملية تفريق هؤلاء المتظاهرين، في البومبان، في الاختناقات. بومبان بيخش في الأسر في البيوت، يعني عملية صعبة جدا بالمناسبة، أطفال وناس عندهم أزمات صحيح، كانت هناك وكثير. شكاوى أمس نعم، في منطقة بحري بالغاز المسيل للدموع الذي في ناس أدى إلى حالات اختناق داخل في عدم المنازل. في ناس ما بيتحملوا حتى الغبار العادي، سيبك من بومبان وفيه رائحة مزعجة، وهو خصيصا يعني صنع لهذا الإزعاج. لذلك لابد أن يكون في احتكام لصوت العقل. طيب، نقطة مهمة جدا أستاذ محمد الماحي،
قبل فترة قصيرة كان هناك هدنة حتى أو تهدئة على مستوى الشارع السوداني في انتظار تشكيل مجلس وزراء، لكن ما أجج هذه الصراعات وأدى إلى التصعيد الكبير وهذه الحالة الكبيرة من المغبة من الشارع السوداني هي حالات القتل التي حدثت. الآن سؤالي هنا، كيف نجنب هذه البلاد مغبة الانزلاق، مغبة الانحدار إلى إلى صراعات كبيرة جدا؟ ما الذي يتوجب على أن تقوم به الأجهزة المعنية تجاه هؤلاء المندسين الذين وصفتهم بأنهم خارج القوات النظامية لحماية المواكب السلمية، لحماية الديمقراطية، لحماية حق المواطن السوداني من القتل من هؤلاء المندسين كما ذكروهم؟ طيب نحن يعني بنلتزم كأشخاص بنقعد على المنصات بما يخرج من الأجهزة المنبهة هذا العمل، ولكن الشعب دائما فطن وما يراه هو الصح، وهو حكم الأهم مني ومنك ومن الحكم الذين هم بالخارج. لكن نحن علينا نرجع لحديث لعاثر حول الوثيقة الدستورية والعودة لها، والأحزاب كلها تجتمع على منصة واحدة. هذه النقطة كنت سأسألك منها في ختام هذا الحديث. نعم. تحديدا كيف نجنب البلاد مغبة الانزلاق بين القسمين؟ البلاد كما قلت لك منذ الاستقلال تم تكوين جسم قوي من كل الأحزاب استطاع أن يزيح الاستعمار، وجاءت الانتخابات الأولى ورأينا كيف إسماعيل الأثري كان هو الرمز لهذا الاستقلال وفاز. لكن الغريب أن السودان ده ما عنده رمزية، يعني بلدنا هنا ما فيها رمزية، يعني مثلا الاتحاد الديمقراطي الذي فاز وهو كان له القدح المعلى في الانتخابات ما استمر كثير، يعني مثلا زي مانديلا ما زال حكمه يحكم في حزبه بيحكم في جنوب افريقيا. يعني الرمزيه دائما بتجد قبول اكبر ووقت اطول، ليه؟ لانه اصلا في توافق بين العقليات السياسيه. السودان مشكلته في العقليه السياسيه، العقليه السياسيه هي قائمه على الخلاف، يعني بتجتمع نشيل عمر البشير، لكن لما يجوا يجتمعوا عشان من يخلف البشير هنا بتكون في المصارعات والمجابدات التي أزغطت الصدع المهدي وجاب سببها البشير. وللأسف العملية دي برضو يعني تمت في فترة انتقالية بين الحرية والتغيير والحرية والتغيير، لذلك بنجد أنه كفة الخلافات في العقلية السياسية هي المرجحة على العقلانية، وده سبب أنه الشباب ديل يعني حاسب بنرى أجيال قامت، نحن قمنا شفنا قدامنا الترابي وشفنا قدامنا محمد إبراهيم نقود وشفنا قدامنا كثير من 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 العقليات المبهرة، يعني بتلقى زعيم مبهر وزعيم ملهم. الشخصيات الكبيرة دي ما خلفت شخصيات غيرها، ليه؟ لأنه هي دائرة تمسك وتكنكش لأكبر فترة ممكنة. لذلك بنرى أن الأحزاب عندما ذهب الصادق إلى ربه، عندما تفقد أيقوناتها المعروفة، عندما ذهب الصادق إلى ربه وجدنا أن حزب الأمة الآن ليس له قائد يعني ملهم، وكذلك حتى الجبهة الإسلامية القومية الترابي عندما ذهب لم يجدوا، والسيد محمد عثمان مرغني الآن ليس له يعني خليفة مبهر وملهم للجماهير. طيب. فدي الحاجة اللي كنكشوا فيها زمان ورفضوا أن الأجيال تتوارث، الآن هذه الأجيال جاءت نتاجها. جاءت هي الدفعت الأحزاب دفعت الثمن. الأجيال الآن ترفض هذه الأحزاب. ليه؟ لأنه ما لقت شخصية ملهمة بالنسبة لها. طيب. فبالتالي الآن في فراغ كبير جدا بالمناسبة ما بين الشارع وبين الأحزاب السياسية. نعم. وما بين العساكر أنفسهم. يعني دي هو كبيرة بتحتاج لعقلانية كبيرة، الناس تقعد مع بعض تجمع صفوفة تشوف الشارع والأجيال الجديدة دايرة شنو؟ وتحتكم لصوت عقل يشوف السودان ده يحكمه كيف. الاحتجاجات دي مهمة بالمناسبة، ما يقول لك ما مهمة وما بتعمل حاجة، بتعمل شيء.
وكون الشارع يطلع ده ذاته نوع من الوعي، لكن في قتل ده نوع من التخلف. لذلك الناس مفروض تقعد مع بعض وتشوف السودان ده ممكن كيف، تعال يا حزب أمة واتحاد ديمقراطي، وتعال يا مؤسسة عسكرية، وتعالوا يا مزارع واتحاد مزارعين، أي اتحاد تعال اقعد سوا شوف السودان ده يقوم كيف، والمطلوبات هي شنو اللي ممكن تقدم السودان. نعم. لقدام. نذهب إلى ختام محاور أو تفاصيل حديث خالد الأعاسر. تحدث عن السوداني يتجه نحو رحلة جديدة من التوافق، أيضا جاءت تصريحات الجامعة العربية على ذات السياق بأن هناك توافق بدأت تظهر ملامحه على الأفق. هل كيف يعني، هل لك أن توضح لي مبادر هذا التوافق وكيف يمكن أن يطغى على المشهد في الأيام المقبلة؟ وشوف الأخطاء القاتلة والكبيرة التي صاحبت تجربة الحرية والتغيير هي ما استوعبت. يعني أنا عندي مثل للكلام ده بالمناسبة، الحرية والتغيير المجامدة كانت وين؟ الحرية والتغيير ما صدقت إنها جلست في الكراسي التي كان عليها الإسلاميين، والإسلاميين نفسهم حتى اللحظة ما مصدقين أنهم غادروا هذه الكراسي. فحصل الانبهار السياسي للحرية والتغيير، وحدث الانكسار للإسلاميين، وكان يمكن للحرية والتغيير أنها تقوم بمشاركة كبيرة وفاعلة لكل المجتمع السوداني في هذه العملية، وكل الأحزاب التي شاركت معها 70 قسم كانت لهم الفرصة أن يكونوا فينا عن المجلس التشريعي. يعني أنت ممكن كلهم تجيبوا وزراء، لكن كون المجلس التشريعي من هؤلاء الأجسام، لأنه كان في توافق، وأنت جيت في فترة فيها توافق. أول ما حدث الفترة فيها توافق، أنا لا أرى أن هناك أفضل من الجراي في وزارة التربية والتعليم. منو قال ما كويس؟ بس عشان صفحة واحدة صورة، أكرم التوم من أفضل الذين جاءوا لهذه الثورة، البدوي من أفضل الذين جاءوا لهذه الثورة، جلسوا يتفرجوا على مغادرتهم، وجاءهم بالعكس جو وجلسوا على الكراسي. إذا كان قد تم تشكيل المجلس التشريعي، هل كان يمكن أن يجنب المجلس التشريعي البلاد هذه التوترات الآن؟ نعم، المجلس التشريعي هو بديل الشارع. ما عندهم الشارع ده مكونات. أنا لما أجيب مكون من لجان المقاومة ومن الشباب، تجمع المهنيين تجمع محترم جدا وله آراء واسعة ويرى الأمور نظرة ثاقبة، لكنه مبتعد ليه؟ لأنه تكوينه كده بيبتعد عن السياسة. فبالتالي لابد أنه يكون كان في، إذا كان في المجلس التشريعي وتم تكوينه من هؤلاء، يعني هون وجدوا فرصة. المؤسسة المجلس العسكري الدون 67% من كراسي المجلس التشريعي في البداية ورفضوا. لو انت تميت وعملت المجلس التشريعي، المجلس التشريعي كان سيكون هو بديل. طيب. للشارع. طيب الآن أحتاج إلى العودة إلى التوافق الذي تحدث عنه خالد العيسر وجامعة الدول العربية بإيجاز لضيق الوقت، كيف ترى؟ هو التوافق مهم جدا، لأن التوافق الآن الجميع بيرى أن العملية السياسية في السودان ستظل في تدور في هذه الحلقة المفرغة والتي لا نهاية لها سوى معاناة الشعب والقتل والذي نراه الآن، والشباب يخرجون بآمال وأشواخ كبيرة. دي يجب على الذين يمتلكون زمام الأمور أنهم يزعوا سريعا لهذا التوافق، ويجب على حمدوك أيقونة الثورة أن يعود لمنصبه بكل التنازلات الممكنة، وحتى الجميع يصل لمرحلة الانتخابات. وصول الجميع لمرحلة انتخابات متوافق ومتفق عليها يزيل كثير من الاحتقانات، ويكون في سودان جديد، عملية سياسية جديدة، الناس تستفيد من كل عبر الماضي وتستشرق المستقبل. هذا ما نأمل أن يتحقق بأسرع فرصة ممكنة. إلى وكالة السودان للأنباء جاء منها عودة خدمة الإنترنت بالبلاد، إذ أفادت مصادر مطلعة لوكالة السودان للأنباء عودة خدمة الإنترنت عبر كافة شركات الاتصالات. تجدر الإشارة إلى أن خدمة الإنترنت بالسودان ظلت مقطوعة منذ 25 من أكتوبر
الماضي. إذا أستاذ محمد الماحي، عادت خدمة الإنترنت بالبلاد مع حجب لمواقع التواصل الاجتماعي ولا تعمل بالشكل المتاح مسبقا، هناك تطبيقات لعملها. كيف تقرأ عودة خدمة الإنترنت بالبلاد؟ من الجهة التي أمرت بعودة الخدمة؟ من الجهة التي يجب أن تحاسب بقطع خدمة الإنترنت عن المواطن ومدى الضرر الذي يتأثر به؟ وطبعا في قانونيين قاموا بفتح بلاغ وذهبوا إلى المحكمة وأمرت بإعادة خدمة الإنترنت. يجب محاسبة قطاع الاتصالات نفسه لمعرفة من أين جاءتهم هذه الأوامر وكيف. لكن قطع الإنترنت ذاته بالمناسبة هو ما مجدي، لأن الشباب استطاعوا أن يكسروا هذا الحظر، واستطاعوا بنظم وبرامج كثيرة إنه يتحصلوا على ما يسمى بكاسر النت ليون، يعني أسماء كثيرة جدا ظهرت الآن كانت ثقافة. ولأن الآن الإنترنت بالنسبة لهذا الجيل، لك أن تصدق بأن الذي تم في أوروبا الآن الذي جاء إلى الحياة في الثمانينات، هذا يسمى هو الجيل الذي جاء للجيل الجديد، لجيل التسعينات، لأن ده جيل خارج الإنترنت وده جيل الإنترنت. فالجيل الوافد وجد الشباب ديل بالمناسبة عندهم قدرات كبيرة جدا بفك هذه الشفرات، وما كان له تأثير بالمناسبة كبير. حتى جاءت عملية قطع المكالمات، دي هي اللي بتخلي الناس ما في حيلة، لكن برضو احتالوا عليها بأنه بتجيك مكالمة من برا عالمية، بتستقبل المكالمة العالمية، بيخش مكالمة جماعية حتى ولو لعشر أشخاص. فبالتالي عملية قطع الإنترنت ما مجدية، ويجب الناس تواجه حاجاتها وأشياء بعقلانية وعدم، يعني هي فيها بالمناسبة اضطهاد لحقوق الفرد، يعني إنه عنده جهاز ويصرف فيه من المال ويصرف فيه من ال فهذه يعني هتك للحقوق. طيب، ما قطع الاتصالات والإنترنت بالتأكيد وردت شكاوى كثيرة جدا بالأضرار التي ترتبت على هذه الإجراءات، لكن هذه نقطة، ونقطة أيضا الاقتصاد الوطني في ذاته بالتأكيد يتأثر من هذه الإجراءات. ما بنته الحكومة الانتقالية في الفترة السابقة تجاه المستثمرين ومجال الاستثمار والدول التي تم الحديث معها تجاه الاستثمار في السودان، كل هذا قد تأثر كثيرا بأحداث 25 من أكتوبر وقطع الإنترنت بالتأكيد يؤثر. الآن دعنا نتحدث لكن بإيجاز عن المشهد الاقتصادي تجاه الجانب الاستثماري وجانب المستثمرين مع السودان. وشوف جانب الاستثمار، والاستثمارين حتى الآن والمستثمرين حتى الآن ما تأثر. ما تأثر ليه؟ لأن هناك وساطات، هناك ضغوط. متى ما كان هناك انسداد لهذه الضغوط في أفق ما معلوم بالنسبة للجهات الخارجية دي، ستكون هناك عقوبات، وسنعود لنقطة 89 من أول وجديد في عملية الاقتصاد كيف لم السوداني. يتأثر هذا المجال؟ الآن هناك إجراءات تجاه السودان في شركات معينة، خطوط القطرية علقت رحلاتها بسبب عدم بسبب باستنادا إلى أن السودان غير آمن في هذا التوقيت، هناك شركات علقت نشاطها التجاري، ألا يؤثر هذا على مجال الاستثمار في السودان؟ التأثير الكبير دي حاجات ممكن يعني تعود، لكن التأثير الكبير عندما الأمم المتحدة والولايات المتحدة تفرض عقوبات على السودان بسبب الإجراءات الأخيرة. الآن سنرى كيف سيكون التأثير. الدولار هذا 1000 جنيه ما بتمسكه، حيكون في تأثيرات كبيرة، وعشان كده المفروض الناس تكون في كامل وعيها واستثمار الفرصة الموجودة الآن دي، فرصة مماطلات سائلة. لكن متى ما الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرار بفرض عقوبات على السودان، دي هتكون مؤثرة جدا
وحتأثر على المواطن، حتأثر على صحيح، الاستيراد. لأن العقوبات الخارجية هي أيوة نعم، تؤثر على المواطن قبل، لا أولا تؤثر على الحكومات نعم كثيرا يعني. تأثر على المواطن كثيرا، يعني ما معنى يكون تأثير بالغ ما زي بتاع ليه، لأنه الآن العالم نفسه بالمناسبة فيه مشاكل كثيرة جدا. الآن في ارتفاع كبير جدا في أسعار الوقود عالميا. نرى أمس قريب الولايات المتحدة الأمريكية بتطلب من أوبك زيادة الضخة للبترول عشان سعره ينزل قليلا. السعر ارتفع سريعا، ارتفع لانه هناك بقى في انفراج في ازمه كورونا. الاقفال ده ما بيوقف الشاحنات، بيوقف عمل البواخر، الاغلاق، كل ما حدث انفتاح كورونا ده اثرت كثير جدا. صحيح. الان الانفتاح في العالم هو تحرك السفن وتحرك الشاحنات زاد الطلب حتى داخل المدن الكبيرة في واشنطن، في نعم. لوس أنجلوس، في المناطق دي بنرى انه دي بتزيد طلب الوقود، بالتالي الطلب زاد، ارتفع السعر. حتى فصل الشتاء يرتفع فيه الطلب نعم. على والآن المحروقات والوقود بشكل المحروقات أكبر. الآن في ارتفاع في السودان، يعني لأنك انت ما حررتها، طالما حررتها لابد انه سعره يكون بنفس السعر العالمي عشان تستطيع انك نعم تحصل عليه. نذهب أو نبقى أيضا مع وكالة السودان للأنباء، لكن عنوانا آخر: محالج الفاو تؤكد الجاهزية لموسم حليج الأقطان. في التفاصيل، إذ أكد المهندس الصادق خالد محمد الهادي مدير محالج مشروع الرهد الزراعي بالفاو جاهزية مجمع محالج الفاو لاستقبال الأقطان للحليج، مضيفا أن الإدارة قامت بتأهيل 3 محالج وسيتم تأهيل الرابع خلال اليومين القادمين. وقال إن عدد المحالج الحديثة بالمجمع محلجين بطاقة 30 بالة في الساعة، والمحالج العادية 2 بطاقة 20 بالة في الساعة، لتصبح طاقة مجمع المحالج بالفاو 50 بالة في الساعة، مشيرا إلى أن الموسم الحالي شهد زراعة كميات كبيرة من الأقطان فاقت 1 مليون فدان بمناطق القضارف والنيل الأزرق بخلاف المشاريع المروية. إذن جاهزية المحالج لحلج الأقطان أو لحلج القطن كيف تراها، ومدى تأثيرها على الاقتصاد السوداني والمساحات الكبيرة التي تمت زراعتها بالقطن في هذه التصريحات؟ والقطن طبعا سلعة مهمة جدا، سلعة عالمية، استخداماتها كبيرة، بتبدأ من الطب البشري إلى ملبس البشر يعني، وهي من أغلى أنواع الثياب، من أغلى أنواع المنسوجات عالميا. لكن قبل الحديث عن المحالج، أنا أرى أن السودان ظلم كثيرا بالصراعات وحب الذات في فترة عمر البشير، لأن المحالج التي تحدث عنها هذا الخبر هي محالج جاءت من البرازيل، حسب متابعتي لها هي محالج جاءت من البرازيل، وهذه المحالج هي بمواصفات أمريكية، وجاءت أيام إغلاق الـ لا 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 إغلاق الـ أول الحصار على السودان، يعني دي من الحاجات اللي جات والسودان عليه حصار. حقيقة عملية زراعة القطن في السودان تعرضت لعملية حسد وطمع من كثير من الوزراء في عهد البشير. كان هناك اتفاق مع بنك ABC الفرنسي في ذلك الوقت بتمويل السودان بمليار دولار لزراعة القطن وبما فيها المحالج. المستثمر الذي قام بهذه العملية بمجهود فردي وذهب وجاءت الدفعة الأولى زي 300 مليون يورو على ما أظن. بالمناسبة حدث أن كل الوزراء جاءوا لهذا المستثمر يريدون الكوميشن منه. أي زول داري يشيل من هذا المستثمر؟ عندما رفض قامت الدنيا وقعدت، وكانت في قضية شهيرة اسمها قضية الأقطان، وعشان هم ما لقوا وقفوا وحرموا السودان من 700 مليون دولار.
هذا المستثمر تم إيداعه في السجن، وعندما خرج الآن يستثمر نفس هذا العمل في دولة جارة بذات المبلغ وأكثر، ودولة أفريقية، والآن بيقوم بتصدير وحلق القطن بعملية مستمرة وبهدوء كامل. المحالج التي كانت توجد قبل هذه المحالج هي محالج برازيلية، هي محالج أمريكية، لكن الحصار وعدم وجود الإزبير كان في اليوم الكامل بتنتج حوالي من 10 إلى 15 بالون. البرازيلية بتنتج أكثر من 30 بالة في الساعة، 20 بالة في الساعة، بأيدي عاملة قليلة جدا تسلمك القطن بالة كاملة، يعني ما بتدخل يد فيه تاني، يعني بكل هذه المراحل. الطمع والجشع للوزراء هو الذي أدى لحرمان السودان من إكمال هذا المشروع. هذا المشروع الذي تراه الآن، ومثلها مشاريع كثيرة جدا ويحدث عنها الآن، قد يعني لم نجد لها الضوء. نعم، لكن المشكلة الكبيرة في زراعة القطن الذي جاء به المدعافي هو القطن المحور. يجب الالتفات لهذا جيدا، المواصفات والمقاييس، حماية المستهلك والمواطن نفسه، بأن بذرة القطن المحور هي بذرة غير صالحة لاستخدام الإنسان أو الحيوان لأنها مسرطنة. وهذه البذرة حسب معلوماتنا نحن في زياراتنا علمنا أن التخلص منها ذاته مشكلة، لذلك الآن السؤال أين تذهب هذه البذرة؟ إذا كانت هو القطن المحور فيه ميزة، هو بيحمي نفسه من الآفات ومن الحشرات وإنتاجه كبير فعلا، لكن بيحرم برضو بيحرمك من استخدام البذرة، لأنه حتى البذرة بيكون فيها إنتاج الزيوت، وما تبقى من الزيوت بيكون للإنتاج للحيوان، يعني غذاء للحيوان. لذلك لابد من وضع خطة لمعرفة هل هذه هي القطن المحور، هل البذرة دي كيف يتم التخلص منها، حتى لو تناول الحيوان وانت استفدت من اللبن او اللحوم او لحومه، فايضا فيه خطوره صحيه. ويجي الموضوع ده الناس تفتحه واسع بالمناسبه، لان الزراعه اصبحت كبيره ومتوسعه. اذا كان قطن محور الناس يحاصروا هذا، لانه في اطماع بتاعه المصانع ممكن تشيله وتحصره عادي وتخلط ببعض الزيوت يعني. نعم، نتحول إلى صحيفة هلالنا، ومنها نطالع: الهلال يسلم مساعد ريكاردو مقاليد التدريب. وافق البرتغالي جواو موتا مساعد المدير الفني ريكاردو على تولي زمام الأمور الفنية بنادي الهلال في الفترة القادمة بعد تمسك مواطنه البرتغالي ريكاردو بالرحيل. وسيصل موتا رفقة كل معاونيه في الساعات القادمة تأهبا لانطلاقة إعداد الفريق الذي حدد له يوم الغد الأحد، أو يوم غد الأحد البداية في الإعداد. إذن رشحت الأخبار عن أن فورمينزينيو قدم استقالته لضغوطات من قبل أهله بعدم الاستقرار الأوضاع في السودان، لكن أيضا هناك أخبار من مصادر أخرى تحدثت عن أن هذه الإقالة كانت مفادها عدم الأخذ بالرؤية الفنية في الانتدابات في الموسم التي وضعها ريكاردو. ما هي الأسباب الحقيقية وراء استقالة البرتغالي فورمينزينيو، وكيف ترى وجود الآن جواو موتا على مقالد الإدارة الفنية؟ أيا كانت الأسباب، الحقيقة أن ريكاردو غادر، يعني ده ما يهم الآن الأمر، لكن الاعتماد على مساعده دي هي مهمة جدا، لأنه كان الأقرب لريكاردو، أقرب للخطط، وحتى إن الفريق خاصة ناس في مرحلة مفصلية في البطولة الأفريقية. لذلك الاستناد على هذا المدرب هو عمل جيد وممتاز، ولكن يحتاج لكثير من المعاونة، وخاصة الذين الكابتن في الفريق وغيرهم بمساعدة المدرب الجديد، لأنهم يأخذ نفس الفكرة
ونفس الخطة يذهب بها، لكن قصد ما التزموا بال. لكن الجميع كان يتحدث عن أن الأندية السودانية عموما ليس لديها الاستقرار الفني. هذه المرة تحدث المهتمون بنادي الهلال السوداني بأنه يحتاج الاستقرار، وكان ريكاردو فورموزينيو قد بدأ يعني يضع ملامحه وبدأت عملية استقرار فنية. الآن استقالة ريكاردو فورموزينيو بالتأكيد ستلقي بظلالها على النادي، لا شك في ذلك. نعم، ما في اثنين ثلاثة، لكن انت عليك برضو انك ما هو خلاص غادر ده الأمر، انت لازم تشوف افضل الحلول. افضل الحلول انك تستعين بالمساعد حتى تخرج الفريق من هذه المرحلة، واذا في استعانة بمدرب اخر ربما جاء وبدأ من الصفر، فهو مدرب جيد ممتاز، وضع خطط واضحة للهلال وطريقة لعب واضحة ظهرت في جميع المباريات، وكان الفريق الهلال أكثر استقرارا من. هل سيتأثر الآن نادي الهلال بهذا التغيير؟ والله اللعيبة القدامى الموجودين ما حيتأثروا مع المساعد بيقدروا، ولذلك أنا قلت لك اللعيبة ذاتهم مع الوافدين الجدد هم الذين يقومون بنقل هذه الفكرة للعيبة الجدد، يعني بيكون الأمر ما فيه تغيير كثير. جميل. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد الماحي، كان هذا كل ما لدينا من مانشيتات. أشكرك جزيلا على هذه القراءات. شكرا جزيلا. شكرا لك، وشكري موصول لكل الذين تابعونا عبر هذه الحلقة. إلى اللقاء.